بالنسبة للقضية الفلسطينية، الآن هناك معسكر بيرى أنه هنمشي وراء كلمة سبقة القرن، أنه يا جماعة الوقت طالبين قوي، وإحنا يجب نحط بوتن إند للمسألة دي ونحط لها نهاية، علشان إحنا بقى عاوزين نشوف أحوالنا الداخلية. هذا الكلام قيل في السبعينيات أيام السادات. صدى هذا الكلام لما حضرتك بتسمعه كأستاذ ومفكر، طب هم محلوش ليه؟ يعني لماذا لم تحل هذه النخب والحكام العرب القضية الفلسطينية منذ زمن؟ بل إن بعضهم اليوم بيقعد يقول لك والله إحنا دفعنا في سبيل القضية دي المال والبنون وكل شيء. كيف ترى مستقبل القضية الفلسطينية في ظل الرغبة في القضاء عليها؟ هل هي ما زالت قضية حية، ولا زي ما قال وزير خارجية البحرين ليست القضية الأولى؟ يعني عندنا قضية إيران، هل يمكن أن تحل قضية ما، قضية العرب الأولى فلسطين، في أجندة صراعاتها التاريخية؟ يعني طبعا يعني أنت يمكن بدأت بالسؤال كأني أنا فهمت منك أنه في تيار بين الفلسطينيين يؤمن ب، ولا أنا فهمت غلط، ضرورة حل القضية لكن فريفر. نعم، ولكن هذا التيار بين الفلسطينيين، يعني إذا كنت تقصد على سبيل المثال السلطة الفلسطينية، على كل أخطاء السلطة الفلسطينية هي رافضة صفقة القرن بس هي قبلت ما يمهد لها بصراحة. نعم. يعني رام الله وسلطة الحكم فيها والأشياء اللي أنت عارف، واعتقال الناشطين، ولكن هي قبلت في الجوهر بمبدأ دولة فلسطينية خالية من الاستيطان، عاصمتها القدس. حتى هذا الحد الأدنى للقبول غير مقبول لا إسرائيليا ولا أمريكيا، وبالتالي تستمر المقاومة بأشكال مختلفة. أنا لا أستطيع إلا أن أرى أن بالنهاية كل الأطراف الفلسطينية، إن كانت بحركة فتح أم بحماس، معنية بإيجاد قواسم مشتركة للعمل السياسي تسمح لها بإعادة بعث الحركة الوطنية الفلسطينية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. دمي. هذا أمر ضروري وحاسم. أن تأتي إلى الحالة العربية، أعود وأؤكد، لا يوجد حل للقضية الفلسطينية في ظل استمرار الاستيطان الإسرائيلي والسيطرة على القدس ورفض حق العودة ورفض حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية. إذن تبقى يعني أيوة. اليوم الشعب الفلسطيني تبقى إيه؟ تبقى أنه اليوم الشعب الفلسطيني، أنت اليوم في 6 مليون موجودين على الأرض، وفي 6-7-8 مليون موجودين خارج الأرض، هم بحالة صراع ومواجهة وإعادة تشكل في مواجهة هذا الإقصاء وهذا التدمير لهم ولسكان البلاد الأصليين. إذن عندما يتحدث نتنياهو 6 مليون بأسهم 6 مليون يهودي يعيشوا على الأرض اليوم ويستوطنوا الأرض، في حقيقة أخرى تحت الأرض أسهمها 6 مليون فلسطيني لازالوا على الأرض، الصراع مفتوح لسه لم ينتهي. يعني عملوا انتفاضات، عملوا مقاومة مسلحة، انتفاضة الأولى، انتفاضة الثانية، ودخلت إسرائيل وحربت غزة مرة ومرة، تشوف السجون، ألوف السجناء، ألوف، إذن ولسه الجولات ما انتهت، والتاريخ ما انتهى، ما سكر أبوابه. فإذن أنت ماذا تتحدث؟ بأي انتفاضة تقلب كل الموازين؟ الفلسطينيين أيضا اكتسبوا البراغماتية مع الوقت. نعم في استيطان، نعم في وضع صعب، لكن هم يختاروا متى ينتفضوا، هم يختاروا ينتفضوا في القدس أم في كل المناطق. يعني الرهان على إيجاد قضية أخرى عوض عن القضية الفلسطينية هو رهان خاسر، لأن هذه القضية الأولى ولم تمت ولم تنتهي. مش بس خاسر، هناك خلافات حقيقية مع إيران حول سوريا وحول العراق وحول اليمن، لكن هذا لا يعني أننا نقف مع الولايات المتحدة وإسرائيل لضرب إيران. بالمناسبة هناك 4 حلقات مهمة اسمها الموساد، تجدها على نتفليكس. أوكي؟ شفتها من أيام. أي. 4 حلقات، الحلقة الأخيرة، بس أنا رأيي شوف ال4 حلقات خطيرة، تعطيك انطباع يعني كيف يعمل الموساد لاختراق العالم العربي، وكيف يعمل الاختراق أعلى المواقع، كيف يبحث عن شخص وهو في مكان ما حتى هو يدرس ويأخذ يعني الاختراق هذا. أنت تجد أنه حتى الموساد كان ضد نتنياهو قبل عدة سنوات، عندما أراد نتنياهو أن يوجه ضربة لإيران، في ضرب إيران كان بيقول الموساد أن هذه ستكون كارثة، ستؤدي إلى عواقب كبيرة. إذن هناك أيضا سياسي يبحث عن الشعبية والشعبوية وإعادة الانتخاب، وهناك أجهزة سيادة ربما لها رأي آخر. ما أريد أن أقوله، الإشكال أعمق بكثير مما يظهر على السطح. نعم، مما يظهر على السطح. ولا يمكن استبدال، أن تقول لي إيران تضرب إيران وبعدين ماذا؟ إيران تدمر العالم العربي وتحتل مثلا وتقصي وأمريكا تتركك بالهواء العملية التي يقوم بها ترامب ونتنياهو. نعم. هي مزيد من الحل.